سامحيني يا عمي سامحيني، والله العظيم من الصبح أنا عم بفتل على كل المحلات، كل ما أشوف صاحب محل أسألهم إذا بدهم شغيلة بس ما حدا بده. معلش يا بني، الله هو اللي بيرزق، انت عليك تسعى ورب العالمين هو الرزاق. بس كمان يا عمي انت لازم تاخذي الدواء، ما لازم ينقطع عنك ابدا، بس والله العظيم ما طالب ايدي شيء، شو بدي اعمل ما بعرف. سامحتك يا حبيبي، مش سامحتك، انت ما تزعل، الله جبار الخواطر والا ما يجبر خاطرك يا حبيبي. يا رب يا رب. نيالكم مالكم حاملين هم شي، آخ لو فيني ارجع لهالعمر. اهلا يا حبيبي، اهلا 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 بامورتنا الحلوه، هلا يا حلوين، تعال تعال يا عمري تعال. ليش ما اروح لعند هذا الختيار واشرح له قصتي؟ بلكي بحن علي وبيعطيني مصاري اشتري له الدواء لامي. اهلا حبيباتي، روح العبوا روح العبوا. لك حاجتك جنان، هيك بده الزلمة يعطيك المصاري لوجه الله؟ بعدين بفكرك شحاد وعم تكذب عليه. بقى كن وعود أحسن ما يسمعك شي كلمة تهزلك بدنك. آخ إيدي، شو في؟ حبيبي 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 شو في؟ آخ إيدي يا جدو. بسيطة بسيطة حبيبي، شوفي شوفي شوفي، هي بسيطة بسيطة بسيطة، لكم في حنفية هون، هلا بنغسل وبعدين بنروح على البيت. تعالوا تعالوا حبيبي. الشنطة، شنطة مصاري، لك يا ناس يا عالم، لك الشنطة، لك وين راحت الشنطة؟ لك الشنطة، لك شنطة المصاري، ولك الشنطة أنا حاطها هون وين حطيتها؟ لك أمي الحمد لله جبت لك الدواء، بس قبل ما تاخدي الدواء لازم تاكلي. ليش؟ تعي أمك، يلا تعي أمهلك، لأنه لازم تاكلي قبل ما تاخدي الدواء، ما بيصير تاخديه على معدة فاضية. وجبت لك سندويشتين بدل الوحدة. يلا أنت وين وين جبت حق الدواء والسندويشة؟ كلي هلا سمي بالله. شفت زلمة الله أكرمني فيه، عنده سيارة فيها بضاعة، يلا أمي يلا سمي بالله. وقال لي إنه نزل له إياها وعطاني مصاري، وطلع الزلمة كتير كريم الحمد لله. حكيت له عن وضعك وإنه بدي يجيب لك الدواء، قام شاله وعطاني حق الدواء وقال لي جيب لك سندويش كمان. شايف يا عدنان، الله وقت اللي بده يرزق ويعطي يسخى بعطاء. الحمد لله الحمد لله. كلي أمي الله يهديك، الله يرزقه لهالرجال ويكرمه إلهي مثل ما كرمك. آمين آمين. يلا أمي سمي بالله، يلا يلا يلا. طول بالك علي، يلا أمي تجيب لك الدواء. Mm-hmm.
شو هاد؟ يا الله هاد نفس الدواء اللي بتاخده أمي للسرطان. أكيد هاد الرجال بيعازي وهلأ عم يدور عليها. شلون بدي رجع له إياها؟ شلون؟ وين بدي لاقي لها الختيار إذا ناطور الجنينة ما بيعرفه؟ يلا يلي معه هيك مبلغ من المصاري بيقدر يشتري بدل علبة الدواء 10. أحسن شي روح اشتري لأمي غدا مرتب وفواكه وحلويات. يلا خلينا نتطعم شوي ما دام هالمصاري اجوني. لك يا أمي ردي علي مشان الله يا أمو. أمي يا الله لك يا أمي كمي بوس إيدك ردي علي يا عالم مشان الله لك يا أمي يا الله أمي أمي أنا عملت كل هالشي مشان تضلي جنبي يا أمي أمي عدنان يا رامز العمر لإلك والبقية بحياتك ولا تأخذنا إنه ما قدرنا نكون معكم بالعزاء شو بتطرح الحمد لله على كل شيء الحمد لله ما قصرت العفو شو وين رايح والله بدي اخذ عمتي على المستشفى بدي اضطر غير لها دم سيدي ما عفاه شو يعافي لي قلبك شو صار معك لك يا حرامي انت هون يا حرامي لك هذا الحرامي سرق لي شنطايتي اللي فيها مصاري اللي بعتهم قبل عمتك من السويد ومعاهم الدواء ولك هذا انت يا رامز انت اللي عملت فينا هيك يا جماعه قسما بالله كنت مضطر بدي اجيب دواء للمرحومه امي يا عمي والله انا ما ممكن اعمل هيك شيء مشان الله سامحني شو بدكم انا جاي ما راح سامحك والله ما راح سامحك ربي عاقبك بموت امك يا جماعه والله العظيم ندمت عمي اتركنا من هذا الحكي خلينا نلحق عمتي ناخذها على المستشفى ونغير لها دم شو زمرة دمها؟ او سلبي وهي سمرة نادرة كتير اخي انا زمرة دمي او سلبي وشو بدكم انا جاهز انا بتبرع لها مسيك لا لك مسيك مسيك وطلع معنا يلا طلع يلا عمي يلا يا الله